السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر، مع أول درس من دروس مادة الفنون البصرية، ودرس بعنوان المنظور الخاص بالطبيعة الصامتة. أول درس بيحكي عن منظوري الخاص للطبيعة الصامتة، طبعا رسم. الفكرة العامة للموضوع: تتناول الوحدة اختيار وتأمل الطالب لعناصر الطبيعة الصامتة، تطوير مهاراته الفنية والإبداعية لتناول عنصر الطبيعة الصامتة برؤية ذاتية تعبيرية، وابتكار تكوين خاص يحافظ على سمات العنصر المختار، وتنمية قدراته المعرفية والوجدانية والمهارية، وذلك للتعبير عن أفكاره وأحاسيسه مستخدما اللغة الفنية من عناصر ورموز بصرية، مطوعا الدراما الخطية ومهارات وتقنيات الرسم والتصوير المختلفة والأدوات المعينة لإنتاج أعمال فنية مبتكرة. الهدف العام للوحدة: إنتاج عمل فني مرسوم ومصور للطبيعة. يبقى عندنا الهدف العام للوحدة هو إنتاج عمل فني مرسوم ومصور للطبيعة الصامتة من خلال صياغة تعبيرية وتقنية معاصرة. هنتكلم دلوقتي على الطبيعة الصامتة. يقول لي: سوف تتعرض عزيزي الطالب في هذا الدرس على التنوع الهائل في الرؤى الفنية لموضوع الطبيعة الصامتة لفنانين عالميين. سمح لك تذوق جماليات هذه التعددية، وسوف تؤكد ذاتيتك الفنية وأسلوبك الخاص في الرسم من خلال إعمال الفكر والخيال في تناول العنصر المرسوم، ومن خلال التميز في حرية رؤيتك لجماليات العنصر والتكوين ووصف الظلال التعبيرية أو مسقط وزوايا الرؤية للعنصر لإنتاج عمل فني فريد متناولا تقنيات متعددة للرسم والتظليل. أهداف الدرس: الهدف المعرفي، أن يعدد خصائص الدراسة التعبيرية لطبيعة الصامتة. الهدف الوجداني، أن يميز القيم الجمالية غير التقليدية للطبيعة الصامتة. الهدف المهاري، أن يرسم عنصرا من الطبيعة الصامتة برؤية تعبيرية. طبعا عندي في الدرس بعض المصطلحات الهامة، وحركز فيها عن مصطلح دراسة فنية العنصر. يعني ايه دراسة فنية العنصر؟ هو رصد عنصر مختار سواء طبيعة صامتة او حية من خلال رسمة بتفاصيله وسماته المميزة. طيب بعد كده عندي التعبير الذاتي، وده مصطلح ثاني. التعبير الذاتي هو التعبير الفني المدفوع من خلال الفنان نفسه تلقائيا، وليس من مؤثر أو عامل خارجي يدفعه لذلك. ده باختصار اللي هو التعبير الذاتي. أما مصطلح تقنيات الرسم، هي الطريقة التي تستعمل بها الخامات الموظفة في إبراز مؤثرات العمل الفني من حيث الملمس والانفعالات النفسية وتوظيف اللون والتقنية. طيب تعالى ننتقل إلى خطوات العمل. خطوات العمل في عدة خطوات بتتبعها أنت كمتعلم وعايز ترسم لوحة عن الطبيعة الصامتة، بتتبعها
بأسلوب معين. نمرة واحد، اختر وتأمل عنصرا من الطبيعة الصامتة حولك، ثم قم بوضعه في التكوين الفني المناسب لرؤيتك التعبيرية لشخصية العنصر مستعينا بمصدر ضوء مناسب. ثم اختر قلم رصاص أي درجة، يعني أي درجة أنت عايزها لإتمام العمل، اختار درجة اللي درجة القلم الرصاص لعمل خطوط الرسم الأولى، وذلك ليسهل محوها والتعديل عليها دون أن تترك أثرا على الورقة. الخطوط تبقى خفيفة، ما تبقاش خطوط تقيلة عشان تخفف من أثر القلم على الورقة، لأن ممكن بعد كده بتمسح هذه الخطوط المساعدة. طيب، رقم 2، أبدأ بالشكل العام وليس بالتفاصيل، الشكل العام ككل وليس بالتفاصيل الدقيقة. أرسم الأشكال الأساسية فقط مثل الخطوط والمنحنيات والدوائر وغيرها. رقم 3، قم بحرية الخروج عن الشكل العام للعنصر من خلال توظيف خيالك لشخصية العنصر وتكوينه، تضخيم جزء محدد فيه أو تصغير، ماشي، مبالغة في الاستطالة أو العكس للعنصر أو أجزاء منه، مبالغة في الإسقاط الظلي للعنصر بحيث يبقى إيه واضح. النقطة اللي بعديها، بعد الانتهاء من التخطيطات الأولية للموضوع، أضف بعض التفاصيل البسيطة باستخدام قلم أغمق درجته بي أو اتش بي، وأرسم فوق الخطوط الأولية الخفيفة. الخطوط الأولية اللي أنا عملتها الخفيفة هنستعين بقلم رصاص أغمق درجته، ماشي، بي أو اتش بي، ثم أضف المزيد من التفاصيل. بعد ما عملت فوقيه الخطوط تقلت عليها، بنضف المزيد من التفاصيل. بعد كده اختيار قلمين أو ثلاثة بدرجات غامقة لعمل تظليل تعبيري للضوء والظل. بتختار قلمين أو ثلاثة عشان تبدأ تغمق العمل الفني بتاعك، وذلك من لإسقاط الظل والضوء عليه مع المبالغة، يعني بالغ في إسقاط الظل والضوء عشان يبرز العمل بتاعك، ولجعل الرسم يبدو ثلاثي الأبعاد. النقطة الأخيرة، ظلل الرسم من الأفتح إلى الأغمق، هتظلل الرسم بتاعك من الأفتح إلى الأغمق ليسهل محوها إذا دعت الحاجة لذلك، حتى يظهر تجسيم العنصر بأبعاده المتنوعة. واستخدم القلم الأفتح في أماكن الضوء، أي أماكن فيها ضوء بستخدم فيها القلم الأفتح، لأن الضوء لو احنا عملنا مصدر ضوء قريب، الأجزاء القريبة من مصدر الضوء هي دي اللي بتكون فاتحة، أما الأجزاء البعيدة فبنعملها باللون الغامق في أماكن الضوء على العنصر، والقلم الغامق في أماكن الظل. بعد كده حدد الظل التعبير الساقط على الأرضية. طبعا ده كان خطوات العمل. عندي نشاط تدريبي، الهدف من النشاط هو تدريب عين الطالب ويده على التقاط الوضع التشريحي والحركي والنسب للموديل في سرعة. طيب ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك قم برصد الشخص او الموديل امامك، شوف الشخص اللي انت هترسمه او تحط الموديل اللي انت هترسمه امامك دون رسم التفاصيل والملامح. كل رسم تخطيطي في مدة دقيقتين فقط مع تغيير التكوين للموديل 3 رسوم تخطيطية. والآن فلنبدأ الرسم، نبدأ بمشاهدة فيديو للتدريب على الرسم.
وبعد أن انتهيت من مشاهدة الفيديو فلتبدأ الرسم وتنتج لوحة فنية عن الطبيعة الصامتة، وعايزك تركز على درجات الظل والنور فيها. مع تمنياتي القلبية لكم بالتوفيق، قسم الفنون البصرية بمدارس الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.